السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم خولة. كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم جيدة. اليوم جيت نشارك معكم ملوي مورق بطريقة سهلة وبواحد الخلطة سحرية. نتمنىكم تجربوها ونتمنىكم تتبعوا الفيديو حتى الآخر. ما تبخلوش عليا باللايكات الاشتراك باش يوصلكم الجديد ديالي. دوزوا للمقادير وطريقة التحضير. بهذه الطريقه كيجي مورق مزيان وكيجي كبير في الحجم ديالو. نتمنىكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. الطريقه مشروحه. بالنسبه للمقادير هذه الوصفه كنحتاجوا جوج زليف ديال الفورص، وكاينه زلافه واحده نتاع القمح الرقيق، كاين الملحه، كاين معلقه كبيره نتاع العسل، وراس معلقه نتاع خميره ديال الخبز، والماء باش كنجمعوا الخليط. هذه هي الزلافه اللي عبرت بها الدقيق والقمح. كنجمع العجينه ديالنا مزيان، كندهنوها بشويه ديال الزيت، كنغطيوها ببلاستيكه وكنخليوها كترتاح مزيان. بالنسبه للخلطه نتاع التوراق كنحتاجو فيها الفورص، القمح، وكنحتاجو فيها الزبده مع الزيت مع خميره نتاع الحلوى. كنخدموهم مزيان، كنبقاو نزيدو الزيت بشويه بشويه حتى يولي بحال الكريمه. بالنسبه للمقادير مضبوطه غادي نكتبها لكم في صندوق الوصف. هذا هو القوام ديال الخلطه اللي خدمناها باش غادي نورق بها الملوي. بالنسبه للعجينه بعد ما ارتاحت كنشكلها كويرات. بالنسبه لطريقه تشكيل هذا الملوي كنديروا وحده وسط وحده، كنخدموا ثلاثه وحده وسط وحده، ولا ديروا اربعه. بالوحده والوحده كندهنوا بالخليط اللي خدمناه، والطريقه راه مشروحه في الفيديو كما كتشوفوا.
بالنسبه لهذه الملويه الاخيره اللي درت فيها 4 ديال الحبات، بالنسبه للطريقه غادي نكملوا باقي الملويات اللي بقاو لنا. بعد ما خلينا الملويات ترتاحوا كنقرصوهم وكنطيبوهم في الفراح اي طاجين ثقيل. هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى هاد الملوينه الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايكات الاشتراك باش يوصلكم جديد ديالي.